سجادة مفروشة نايم عليها ألوف، الدب ببيادة قطع حبال الصوف، مستورة أنا كذاب، ما أنا خايف أتألم، الضرب بالقايش في عقولناه معلم، موجود ومش موجود، عايش بدون صوتي، ضحكولي سمعينك بيشتروا موتي، دي بلاد ما تسمعش، فجوابي ده نعشي، أنا كاتب لبكرة جواب وخايف ما يوصلش، ما هو الكلام في بلدنا يقطع ما يوصلش، خايف ما تفهمش وتقول بعيد حمشي، ده أنا لابس قميص من الهم أسود ما ينضفش، القطن صنع بلادي لكن ما يسطوش. كاتب لبكرة جواب خايف ما يكملش، أصل الأعمار بيد الله وانت ما تضمنش، العمر يخلص امتى ليه ما بتندمش، المال الحرام يقف في البطن ما يتهدمش، أصل الجوع يخلي الحجر ينطق لما تكون ماشي على رجلك واللي جنبك بيسحب بيشحت، طب اسمع واضحك لما أقول للوحش في وشه انت وحش أبقى بجح، ولما غش في الدرة يقولوا الشاطر نجح، شعوب بتتفضح أبواب مش عايزة تتفتح، شوف في كام حضارة قربت تتمسح. كاتب لبكرة جواب يوصل ما يوصلش، مش فارقة معايا كتير ما أنا كده كده حمشي، ده لو أيوب جه هنا على العيشة ما يصبرش، لو قالوا أقعد يوم بصراحة ما أقدرش، خلينا كده نايمين خلينا كده نايمين نقعد ما بنقومش، مع إن حب بلادنا يكبر ما يصغرش، حتى وأنا جواها حتى وأنا جواها برضو بتوحشني، حرقت نفسي بنار النار ما تحرقش، وبعد كل ده بيقولوا بتضحكلي، طب أفضل في وطني أسير ولا أسيب بلدي؟ وعجبني.